لا قد تصل إلى أشهر، وقد ينتظم فترة أسبوعين ثلاثة ثم ينتكس مرة أخرى. هو لا يستحل هذا الأمر، لا ينكر وجوب الصلاة، لكن يرفض أن يتكلم معي في هذا الموضوع نهائيا. حاولت كثيرا على مدار السنين الماضية، أساعده وأعينه على نفسه بكل الطرق، باللين وبالنصح فترة، وبالتهديد أنني سأتركه فترة أخرى، لكن بدون جدوى وبدون أي نتيجة. أدعو له كثيرا أن يعينه ربه على الصلاة. نحن متزوجون منذ 10 سنوات أو منذ 10 سنوات، عندنا بنت وولد صغار، وهو من حيث أبوته لأولاده ممتاز جدا. سؤالي، هل يجوز لي الاستمرار في هذا الزواج شرعا وهو لا يصلي أو شبه منقطع عن الصلاة تكاسلا وليس إنكارا لفرضيتها؟ هل هذا ينطبق عليه نص تارك الصلاة كافر؟ وهل معنى أنه لا يحل له الزواج من أي زوجة مسلمة؟ أريد ردا قاطعا شافيا. بقال سنين أشعر بالمسؤولية والألم والإثم تجاه الاستمرار في هذا الزواج، لا أدري ماذا أفعل، مع العلم أنني مهاجر خارج بلدي معه ولا أعمل وليس عندي أي مصدر آخر للدخل غيره، وهدم البيت أمر صعب جدا جدا، والله يعلم. الجواب عن هذا، إن تكفير تارك الصلاة الذي لا ينكر وجوبها لا يستحل تركها موضع نظر بين أهل العلم. لقد اتفق أهل العلم على أن من جحد وجوبها فقد كفر، واختلفوا في من تركها تكاسلا بغير جحود. والصواب فيما يظهر أن من يصلي حينا ويترك حينا على النحو الذي تذكرين فهذا من أصحاب الكبائر، فهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له، ولا يكفر إلا بالاستحلال. مستحل ترك الصلاة كافر بالإجماع أو بالترك المطلق، يعني لا يصلي قط، لم يسجد لله سجدة في حياته، فهذا عند كثير من أهل العلم يلحق بالمستحل، لقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. التفريق بين الترك المطلق لا يصلي قط وبين مطلق الترك، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد قال في الفتاوى الكبرى: فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك، فهذا لا يكون مسلما. لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أيضا هذا القول هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد سئل عن ذلك فأجاب: الذي يظهر لي أنه لا يكفر. لقد سئل عمن يصلي أحيانا ويترك أحيانا أخرى هل يكفر، فأجاب بقوله: الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق حيث لا يصلي أبدا. أما من يصلي أحيانا فإنه لا يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولم يقل ترك صلاة
إنما قال ترك الصلاة، وهذا يقتضي أن يكون الترك المطلق. وكذا قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها أي الصلاة فقد كفر. نعم، وبناء على هذا نقول إن الذي يصلي أحيانا ليس بكافر. وبناء على هذا التفصيل فإنه يسعها أن تفارقه إن أطاقت ذلك. إذا سعت في فراقه لا تكون ممن سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، بل هناك بأس أنه مضيع لأعظم فريضة من فرائض الله عز وجل. ويسعها كذلك أن تستديم عشرته مع البراءة من عمله إن أحوجتها ظروفها إلى ذلك أو ترجحت مصلحتها في ذلك، مع استدامة نصحه وتذكيره وتخويفه بالله عز وجل والدعاء له بأن يرده الله إليه ردا جميلا، وما ذلك على الله بعزيز.